في الإمامة والسياسة ابن قتيبة تحت عنوان ذكر الإنكار على عثمان. يقول ابن قتيبة: لما أنكر الناس على عثمان بن عفان صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإن لكل شيء آفة. يقول: لما أنكر الناس على عثمان بن عفان صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإن لكل شيء آفة ولكل نعمة آهة، وإن آفة هذا الدين وآهة هذه الملة قوم عيابون طعانون يرونكم ما تحبون ويسرون ما تكرهون. أما والله يا معاشر المهاجرين والأنصار لقد عبتم علي أشياء ونقمتم أمورا قد أقررتم لابن الخطاب مثلها. وإذا أقرروا لابن الخطاب لمثلها، لأن ابن الخطاب كان قد ضبط الأمور، كان الولاة يهابون ابن الخطاب، يخافون ابن الخطاب، يحذرون من ابن الخطاب. كان ابن الخطاب يحاسب الولاة، يسمع الشكاوى، يعاقب الولاة. ماذا فعلت أنت؟ أمضي ما أمضاه ابن الخطاب في إبقاء الوالي وفي محاسبة مراقبة ومحاسبة الوالي، لا يوجد مشكلة هنا. يقول: لقد عبتم علي أشياء ونقمتم أمورا قد أقررتم لابن الخطاب مثلها، ولكنه وقمكم أي قهركم وقمعكم، ولكنه وقمكم وقمعكم ولم يجترئ أحد يملأ بصره منه ولا يشير بطرفه إليه. أما والله لأنا أكثر من ابن الخطاب عددا وأقرب ناصرا وأجدر. من الذي يقول؟ يقول الخليفة الثالث عثمان. من الذي ينقل؟ ينقل صاحب الإمامة والسياسة، وأيضا نفس المعاني والمضامين وردت في الطبري أيضا الجزء الخامس وفي وعند ابن الأثير والعقد الفريد ومروج الذهب. إذن عثمان الخليفة الثالث يقول: أنتم كنتم تخافون من الخليفة الثاني فلم يصدر منكم أي شكوى. ويقسم أما والله، يقول: لأنا أكثر من ابن الخطاب عددا، عندي عشيرة، عندي قوة، عندي قدرة، عندي عائلة، عندي بعد اجتماعي، عندي مال، عندي واجهة، عندي دهات. يقول: أما والله لأنا أكثر من ابن الخطاب عددا وأقرب ناصرا وأجدر، إلى أن قال لهم: أتفقدون من حقوقكم شيئا؟ هل فقدتم من حقوقكم شيئا؟ هذه يعني السياسة الآن، كل إنسان يقول: أنا ليس لي علاقة بالآخرين، أنا يصل لي الراتب أو المساعدة أو الرشوة أو المنفعة أو الواجهة أو السمعة أو المنزلة، أو أنا مرتاح، لا يوجد عندي مشكلة، لم أتعرض لشيء حتى لو احترق الآخرون. في باقي البلاد، في باقي المحافظات، في باقي المدن، في باقي القرى، في باقي البيوتات، المهم أنا مرتاح، أنا بخير. فلا، كل إنسان كما يقال، كل واحد يقول: يا روحي يا نفسي. لا يوجد تكافل، لا يوجد اهتمام لأمور المسلمين، لا يوجد رحمة، لا يوجد تآخي، لا يوجد أخلاق. كل إنسان يبحث عن شهوته وعن راحته وأيضا عن بهيميته. وإلا لماذا الآن يذهب الناس البسطاء، الأبناء، الأعزاء، المخلصون، المؤمنون، يذهبون إلى جبهات القتال ويقتلون ويذبحون هناك، وفقدنا الكثير من الأعزاء، ويأتي سفهاء الأحلام، يأتي أهل السفاهة والتفاهة والانحطاط والانحراف وسوء الأخلاق والبهيمية، يحتفلون بهذه الأعياد الفاسدة الواردة على بلاد الإسلام وعلى بلاد الشرق وعلى بلاد العرب وعلى بلدان الأخلاق، يحتفلون بعناوين ويقيمون المهرجانات التي تبيح المحرمات، التي تنتهك الأخلاق، التي تنتهك الحرمات، التي تجمع بين الذكور والإناث. فيأتيك سباق هنا ومؤتمر أو احتفالية ورقص وطرب
وله وفلنتاين وما يرجع إلى هذا الفسق والفجور والانحراف والانحلال، والأبناء والأعزاء يبذلون الدماء، يفقدون الأرواح، وكأن الأمر لا يهمنا، لا يعنينا، لا يوجد تفاعل مع كل تلك التضحيات. ما هذا الانحلال؟ ما هذا التمرد على الأخلاق وعلى الإنسانية؟ حتى تعجب بأنهم يمارسون الرذيلة وسوء الخلق والانحطاط أكثر من تلك الدول التي صدرت إلينا هذه المظاهر الانحلالية الفاسدة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. كل إنسان يقول روحي ونفسي وجيبي ومنفعتي وينتهي الأمر. إذن يقول إلى أن قال لهم أتفقدون من حقوقكم شيئا، فما لي لا أفعل في الفضل ما أريد، فلما كنت إماما إذن. وكما يحصل الآن، تحصل السرقات ويحصل الفساد ويحصل الانتهاك والاعتداء على الحرمات، على الناس، على الأراضي، على الزرع، على المياه، على الهواء، من الداخل ومن الخارج، من الدول ومن المنظمات ومن الأشخاص، وينتهي البلد فيفقر البلد ويفقر الناس وتفقر البلاد وتدمر البلاد وتسبى العباد. وكل إنسان يقول يا روحي، يا نفسي، يا جيبي، يا مصلحتي الخاصة، يا واجهتي، إلى أن وصل الحال بنا إلى ما وصلنا إليه. فمن أين يأتي الفرج؟ من أين يتحسن الحال وقد ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس؟ فمتى يرجع الناس إلى ما كانوا عليه، إلى بعض ما كانوا عليه من الدين، من الإيمان، من الأخلاق، من الرحمة، من الإنسانية؟ يقول إلى أن قال لهم أتفقدون من حقوقكم شيئا، فما لي لا أفعل في الفضل ما أريد. هذا فضل المال وهذا مالي، فأنا أفعل ما أريد، فما لي لا أفعل في الفضل ما أريد، فلما كنت إماما إذن. إذن ما دمت إماما فأنا أتصرف بما أريد، فأعطي وأسمح لهذا وأغني ذاك وأمنع عن هذا وأقسم المال كما أريد وأفعل بالأموال كما أريد. أما والله ما عاب علي من عاب منكم أمرا، ما عاب علي من عاب منكم أمرا أجهله. أنا لا أجهل ما تقولون، أنا أعلم بما تقولون، لكني إمام فأفعل ما أريد. أما والله ما عاب علي من عاب منكم أمرا أجهله، ولا أتيت الذي أتيت إلا وأنا أعرفه. يقول وقدم معاوية بن أبي سفيان على أثر ذلك أو إثر ذلك من الشام، فأتى مجلسا فيه علي بن أبي طالب عليه السلام وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعمار بن ياسر، فقال لهم، لاحظ هؤلاء الصحابة، هؤلاء الأجلاء، هؤلاء الأخصاء، لاحظ كيف يتحدث معهم معاوية. يقول فقال لهم يا معشر الصحابة أوصيكم بشيخي هذا خيرا، فوالله لئن قتل بين أظهركم لأملأنها عليكم خيلا ورجالا. لاحظ هذا هو منهج الدواعش، من هنا أخذوا هذا القتل، من هنا أخذوا القتل. يعني كل قرية، كل مدينة، كل بلد، كل قارة تخالف المنهج التيمي فالكل مستباح. ونحن الآن في مقتل الخليفة الثاني عمر، في جريمة اختيار الخليفة الثاني عمر. ماذا فعل عمر؟ ماذا أوصى عمر؟ هل أوصى بغير ما أوصى به علي سلام الله على علي ورضي الله عن عمر؟ لا يوجد أكثر من هذا. وهل يرضى الخليفة عثمان بما يقوله معاوية أو بما يريد أن يفعله بمعاوية لو حصل ما حصل؟ لكن هذا هو المنهج، يستباح كل شيء وانتهى الأمر. يقول فقال لهم يا معشر الصحابة أوصيكم بشيخي هذا خيرا، فوالله لئن قتل بين أظهركم لأملأنها عليكم خيلا ورجالا. ثم أقبل على عمار بن ياسر فقال يا عمار إن بالشام 100,000 فارس. لاحظ عندهم 100,000 فارس والخلافة ليس لديها عشرات الفرسان. يقول إن بالناس إن بالشام 100,000 فارس كل يأخذ العطاء. لاحظ من أين يأتي بالأموال ويعطي العطاء لهؤلاء الفرسان؟ كل يأخذ العطاء مع مثلهم، ليس فقط لهم العطاء، لا، وإنما العطاء لهم ولعوائلهم. كل يأخذ العطاء مع مثلهم من أبنائهم وعبدانهم لا يعرفون عليا ولا قرابته ولا عمارا ولا سابقته ولا الزبير ولا صحابته ولا طلحة ولا هجرته.
ولا يهبون ابن عوف ولا ماله، لا يتقون سعدا ولا دعوته.